دلوقتي جي معاكم مع كفاية كده مع خالد جواد على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. أعزائي المشاهدين أهلاً ومرحباً بكم، وأعزائي المستمعين برضو من نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، يا رب الناس كلها تكون بخير وكويسة وفي أحسن حال وصحة وكلكم نشاط وطاقة وإيجابية. وعارف أن أنا كل حلقة بقول أن في مشكلة دايماً بيكون في حاجة كده مضايقاكم، أو حاجة في الإيه في السب كونشس كده، في الورا كده في الدماغ كده، اللي هو إيه امتى بقى المشكلة دي هتخلص. عزيزي المستمع اللذيذ الكبير مقاما وليس سنا، كل حاجة تبقى كويسة بإذن الله، والمشاكل اللي انت شايفها كبيرة دي هتضحك قدام بإذن الله كده، وتتألق وتتفاقم وتبقى مشرق ومبتسم جميل وما عندكش أي مشكلة، وتقعد تضحك اللي هو إيه ده أنا كنت زعلان ليه. طيب حلقة جديدة ومختلفة النهاردة، لذاذة جدا، هنتكلم عن موضوع حلو قوي. عشان احنا انا صحيت النهاردة الصبح بصراحة حسيت ان انا عايز اتغير شوية في حاجات كتير قوي، بجد حاجات كتير قوي بعملها غلط، وزي اي انسان وعايزين نعدلها الى الصح. فابتديت بصحتي، الله، يعني اللي هو ايه يلا نظبط الصحة، عشان لما نظبط الصحة النفسية هتبقى أحسن، الشغل هيبقى أحلى، هنصحى بدري، هننام بدري، هنعمل اللي كل حاجة هتتظبط لما الصحة تكون تمام. خلاص بعد الشهر، بعد الشهر لما في حاجة، أي حاجة عندك لو تشكيت بدبوس حتى بتلاقي إن الدنيا وقفت شوية، لو جالك شوية برد بعد الشهر بتلاقي إن الحياة وقفت لمدة 3 أيام، وتاخد بقى في مضادات حيوية، وتاخد في أدوية كحة وأدوية مش عارف إيه للزور، في الدنيا بتقف. فيلا نظبط بقى، كفايه كده على اسم راي البرنامج، على اسم على راي اسم البرنامج، مش عارف اقول كلام اصلا على بعض، ماشي. المهم فقلت نبتدي ازاي بصحتنا. الحميه الغذائيه عزيزي المستمع الجميل الرفيع، مش هنقول احنا مش تخان، احنا بس مليانين شويه. انا مش تخين والله، انا بس بقيت كتير، بس مش تخين، بس كترت، يعني حسيت ان انا يعني في حاجات، بس مش مشكله هنصلحها. ابتدينا بقى من النهارده، او هنبتدي من النهارده. عزيزي المستمع عملت حاجه جميله جدا، واسمع معايا عشان تفهم ايه اللي حصل معايا النهارده. قلت انا هعمل مشروب غذائي جدا، مشبع جدا، وفي نفس الوقت ديتوكس، ينظف جسمي من اي سموم واي اكل من بره وحاجات، وشربت مش عارف عصاير ايه، وعملت ايه مع اصحابك، ورحت كلت حواوشي، ورحت رايح مش عارف واكل كبده بليه ومش عارف ايه، كل الكلام دوت يحدث بعض المشاكل. عزيزي المستمع الصغير سنا وليس مقاما، انت كبير مقاما. طيب ايه هو المشروب؟ عباره عن جرجير وشويه زيت زيتون، معلقة زيت زيتون، وجنزبيل فريش طازة، اللي هو بتجيب الجنزبيلية كده وتروح مقطعها ورميها جوه الخلاط مع الايه مع زيت الزيتون والجرجير، وخمس بلحات، ومعلقة عسل، تمام، وخل التفاح. ده مشروب انا اللي اخترعته بصراحة. كل ده يا باشا رحت واخده مع شوية لبن، قلت عشان يبقى مشبع الصبح، في لبن، جرجير، بلح يديك نشاط، والديتوكس بقى او تنظيف الجسم من السموم ايه هو؟ عندك خل التفاح، وعندك زيت الزيتون جميل جدا، وعندك احنا قلنا ايه كمان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، زيت الزيتون، بس كده تمام. ولو حطيت شوية فلفل اسود معهم هيكون حاجة بسيطة قوي، فلفل اسود حاجة بسيطة قوي يعني عشان بتنشط الحاجة. المهم المشروب بيدي طاقة غير طبيعية، جميل جدا، مشبع جدا، اكنك فطرت فطار مكتمل متكامل. المشكلة بقى عزيزي العزيز في الدايت، الا وهو الطعم.
هذا المشروب كان بطعم الجنينة الحراقة. طبعا تقول ايه ده الهبل ده بيقول ايه؟ ايوه طعم، عمرك كلت جنينة؟ هي جنينة بطعم الجنينة الحراقة، لان الجنزبيل حراق كده شوية بيلسع في الزور مع الجرجير والحاجات، فالدنيا ايه. بس هو جميل مشبع وحلو قوي، واداني نشاط وحيوية والدنيا كانت لذيذ. فاحنا هنكمل بقى على هذا النظام، هقول لكم على طرق جميلة جدا في الدايت، طعمها ممكن ما يكونش حلو بس هتفرق في نفسيتنا جدا، تفرق في شكلنا. ولو في اي دكتور دايت عايز يكلمنا نتكلم كده ندردش، ياريت 3-8-3-5-0-22. لو حد من المستمعين نزل وزن كبير ارجوكم يكلمنا على، يبعت لنا على 0152-952-1006 يقول لنا عمل ده ازاي، نفيد ونستفيد يا باشا. لو سمحت كلنا عايزين نخس، في حاجات من الجنب وفي حاجات من الكرش وفي حاجات من في حاجات كده ايه عايزينها بقى تقل شويه، فاحنا عايزين نساعد بعض. تاني 0152-952-1006 قول لي خسيت قد ايه وازاي وهكلمك. انتوا لسه مع كفايه كده مع خالد جواد على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عزيزي المستمع الرفيع، من النهارده هدي لك لقب جديد. ازيك يا رفيع؟ اهلا يا خسه، ازيك عامله ايه؟ خلاص من النهارده احنا مش تخان، احنا مش تخان. مش معنى ان احنا رفيع ان انا بقول لك ازيك يا رفيع مستقبلا ان احنا تخان، لا احنا بس كبرنا شويه، في حاجات كبرت بس شويه شويه مش قوي يعني. بس كل ده هيتصلح بايه؟ هنظبط بس شوية أكل. اللايف ستايل بتاعتنا متلخبطة قوي، وهو مش هينفع أصحى الصبح أضرب فول وبتنجان وأربع ترغيفة عيش ومية سلطة وبتاع وتقولي أنا قولوني بيوجعني. المفروض قولونك يصرخ، ما لما تاكل بتنجان بالتوم وفول وطعمية الصبح قولونك المفروض يزعق يصرخ يروح يعمل لك محضر. بتشتكي من قولونك على طول؟ ظبط يعني، هو بيبقى عايز حاجات معينه. اصلا انا مريض قولون عصبي، فهو هتدخل له حاجه معينه هو بيكرهها هيكرهك في عيشتك، فهي كده. طيب من اسرار الدايت النهارده، واحد بيقول لي عايز، انا واحد خسيت من 127 كيلو بقيت 90 كيلو، عمل ايه بقى؟ 40 دقيقة كارديو على الريق. ايه الكارديو؟ تتمشى شوية او تجري شوية الصبح 40 دقيقة، واشرب مية كتير على الاقل 3 لتر في اليوم. هي المشكلة بس ان ايه، انا عارف ان كلنا بتويلت كتير قوي، بنخش تويلت كتير، بس ده مفيد ليه؟ دي بتنزل كل المية زيادة اللي في الجسم، فهتلاقي نفسك اول يومين ثلاثة خسيت لك بتاع 3 كيلو على الله كده حكايتك، 3 كيلو بيكون مية متخزنة في الجسم ماشي. وخلي الكارب اللي هي النشويات عيش رز مكرونات يوم وثلاثة لا، وتشرب كل يوم كوباية بقدونس على كرفس. في بتتباع باكتس بقدونس وكرفس، او ممكن تعمل حركة لطيفة قوي دي من عندي انا. اسمع عزيزي المشاهد الجميل وعزيزي المستمع، انا بقولك اسرار من الاخر، المشروب ده سحري جميل جدا. ما هو؟ هتجيب بقدونس وكرفس حزمة وحزمة، تمام؟ هتغليهم لمدة 10 دقايق على النار الاتنين، تمام؟ بعد كده تروح واخد الكرفس والبقدونس دول حاططهم في الخلاط، وتروح حاطط المية اللي انت غليتهم بيهم وتروح مشغل الخلاط، تصفي كل الكلام دوت في ازازتين مية كده وتفضل تشرب فيهم كل يومين. اعمل لك المشروب ده، خلص ازازة يعني، بدل 3 لتر مية خلي لتر منهم بقدونس وكرفس. اتفرج عزيزي الرفيع، عزيزي بطل الأولمبيات، هتبقى عامل ازاي؟
في اسرار جميله جدا جدا جدا. طيب تاني هنقول تاني 0152952006 رقم الواتساب لنجومه في ام، قول لنا سر من اسرار الدايت زي الباشا اللي بعت لنا كده، بشكرك جدا 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 جدا. قول لنا عملت ايه عشان تخس، وكنت كام وبقيت كام. الموضوع ده مهم قوي يا جماعه، احنا ايه عايزين نخس، عايزين نبقى ناس تانية بقى. دنيا في الساحل مولعة واحنا عمالين ناكل في مانجا ومكرونة وبانيه على البحر، مش هينفع. انتوا لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عزيزي المستمع، لسه بنتكلم عن الدايت واسرار الدايت اللذيذه اللي هتغير حياتنا بقى من النهارده. بقى ايه، انا قررت قرار كده اول ما صحيت من النوم، انا نغير بقى الدنيا خالص، نهدى بقى خالص بقى، مفيش بقى مقليات، الحاجات هتبقى متشوحه، شويه سلطه ورز معلقتين بالكتير قوي، الدنيا تبقى لذيذه. سلام بقى لو وقفنا الرز والمكرونات والعيش لمدة 6 أيام وكلناهم يوم واحد بس في الأسبوع، ده هيبقى عظيم جدا. يعني أكلنا يبقى بروتين، أنا مش دكتور ها، أنا بقول بمثابة التجربة اللي أنا جربتها في السنين اللي فاتت خسيت إزاي. وبرضو الناس أهي يعني مثلا دلوقتي بيقول لي سلام عليكم أستاذ جواد، أهم حاجة في الدايت أهم حاجة ما تاكلش وتنام، وسلام لو علبة زبادي عليها نص ليمونة وتبقى ده العشاء بتاعك كل يوم، ده عظيم جدا، ده عظيم جدا 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 جدا. موضوع الزبادي ده برضو الى حد ما فرق معايا، وموضوع الزبادي بالثوم بالكمون على الريق الصبح فرق جدا 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 جدا. تومة مهروسة على علبة زبادي على شوية كمون، ده موضوع عظيم جدا. وابحثوا عنها يعني، شوفوا على جوجل كده، ادخلوا اقروا يعني، ما تاخدوش الكلام وخلاص كده. وكل حاجه ممكن تنفع مع حد وما تنفعش مع حد، الحاجه ده بسيط جدا لان احنا تركيبات جسمنا مختلفه جدا، فعادي جدا ده تمام وده لا. مساء الخير، معاك مصطفى اسعد. انا كان وزني 165 كيلو حاليا بقيت 105. يا سيدي يا سيدي يا سيدي، بسبب، مش لازم نجرب كل الكلام ده يا جماعه، لازم نشوف جسمنا هل ده محتاج ولا لا اصلا، ولازم نتابع مع دكتور، خلينا متفقين بس على الحته دي. ولازم تعمل تحاليل فيتامينز عشان ممكن يكون في فيتامين دي مثلا اللي هو فيتامين د ده قليل جدا، فهتلاقي نفسك ما بتخسش. فما بخسش ليه؟ عشان فيتامين د قليل عندي قوي، فلازم تظبطه الاول سواء بحقن او بحبوب على حسب ما الدكتور يكتب لك. برضو عشان فيتامين د يا بيتاخد حقنه كل اسبوعين يعني مرتين بس في الشهر، يا اما بتاخد اللي هي الحبوب فيتامين د، وده على حسب الدكتور ما يقول. طيب الاستاذ مصطفى اسعد بيقول ايه بقى، هو خس من 165 كيلو بقى 105 بسبب دايت تمر، فطار 3 تمرات غدا 5 تمرات العشاء 3 تمرات، وطول اليوم ميه من 3 ل 4 لتر، ممنوع سكر ولا عيش ولا رز ولا مكرونه لمده 2 شهر. انا مش عارف ده تمام ولا لا، يعني ده دايت صعب جدا. كان في دايت مكتوب اسمه emergency دايت او دايت حالات الطوارئ، ده بيتعمل لمده 7 أيام، ده انا قريت عنه برضو كتير جدا، اللي هو زبادي و7 تمرات الصبح وعلى الساعة 7 بالليل زبادي و7 تمرات برضو، يعني عندك وجبتين بس. ده قالك اسمه دايت الطوارئ، ده ما يتعملش الا 7 أيام بس. لكن الاستاذ مصطفى اسعد لمدة 2 شهر بياكل 3 تمرات الصبح و5 تمرات في الغدا و3 تمرات في العشاء، ده صعب جدا، ده صعب جدا، ومعرفش الجسم هيفضل محافظ، يعني انت هتحافظ على صحتك كده ولا لا، ده امر صعب جدا، مش عارف، لازم دكتور، لازم دكتور، لازم دكتور، لازم دكتور. اي حاجة هتجربها انا بقولك على وصفة تاخدها في اليوم،
يعني زي مثلا البقدونس والكرفس، كوبايتين في اليوم، واحده الصبح واحده بالليل، دي جميله جدا، تنزل الميه من جسمك، الميه الزياده، الميه الزياده اللي في الجسم. جسم الانسان بيكون فيه معدلات من المواد، فمنهم المياه لازم تكون موجوده بنسبه معينه، لما بتكتر حضرتك بتزيد، تحس ان انت تخنان. لكن لما بتشرب ميه كتير او مثلا تشرب مشروب زي البقدونس والكرفس ده، هتلاقي نفسك خسيت ميه ومش دهون. خلي بالك انت بتنزل ميه، ما تفرحش، عشان انت لو قعدت يومين ما شربتش ميه الجسم هيخزن ميه، هتلاقي نفسك تخنت لك كيلو كيلو ونص 2 كيلو تاني عادي جدا. طيب انا كنت 70 كيلو خسيت بقيت 59، السبب ولدت. طيب الحمد لله على السلامه. ومش عارف البنات وزنها 59 كيلو، انا نفسي اكون، انا نفسي ابقى 8، انا نفسي ابقى 90 اساسا، يعني انا نفسي ابقى 90 كيلو. البنات وزنها يعني هم صغننين كده. طيب تاني 0152952006، قول لنا سر من اسرار الدايت، وكنت كام كيلو وبقيت كام كيلو. تعالوا نسمع قصص كده ونستفاد من بعض يا جماعه ارجوكم. انتوا لسه مع كفايه كده مع خالد جواد على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. أعزائي المستمعين الصغار والكبار والجمال وكل حاجة في الدنيا، بنتكلم النهاردة عن ان احنا هنبتدي بداية جديدة. احنا مش تخان ومش هنقول كده ومش هنسمح لحد يقول كده، لكن احنا بس زايدين شوية مش اكتر، زدنا بس شوية، فمش مشكلة، هتتعوض بالاكل كويس وبالنوم كويس، وهنغير بس اللايف ستايل بتاعنا اللي هو طريقة الحياة. يعني بدل ما بصحى الصبح افطر فطار كبير قوي وجامد قوي وكمية من العيش كتيرة لا، ممكن ناخد جبنة قريش، بيضة مسلوقة، تدينا كل العناصر الغذائية الجميلة مع كوباية قهوة صغيرة مثلا. انا بقول طبعا حسب ما الدكتور يقولك، لازم تروح لدكتور، اوعى تاخد كلامي ده وتصدق عليه وتروح منفذه، لا ما تعملش كده. من ميزة الدكاترة، ومش اي دكاترة دايت كمان او حمية غذائية او نيوتريشنست، من الميزة ان هو الدكتور الشاطر قوي اللي يطلب منك تحاليل، يقولك حللي، انا عايز تحليل 1 2 3 وتحاليل فيتامينز مثلا. ده بيكون الدكتور ده فاهم وشاطر، ليه؟ وفر على نفسه كتير، وفر عليك كتير قوي، وعارف انت عندك مشكلة في انهي مكان بالظبط في في جسمك، في البادي بتاعك، في نوع الدم، وفي الاكلات اللي ممكن تتعبك او ما تتعبكش، الاكلات اللي ممكن حد ياكلها تاني يحرقها بسرعه انت بالنسبه لك ممكن تقعد عندك كتير ما تتحرقش. والدكتور اللي يكلمك عن قولونك عامل ايه وفي ايه الاخبار، بتعمل ايه في اليوم، يومك شكله عامل ازاي، بتنام امتى وبتروح شغل قد ايه وبتصحى امتى، وبتلعب رياضة ولا لا، ولا قاعد خالص، ولا هل مستعد تلعب، كل الأسئلة دي بتساعد جدا. لكن الدكتور اللي تروح له عنده ورقتين كده طبيعهم طباعة شيك قوي وملونين جدا، يروح لك خد دي كده الورقة دي امشي عليها وتعالى لي الأسبوع الجاي، لا، أنا جسمي غير زيد غير عبيد غير الكلام ده، أنت على أي أساس بتوزع ورق؟ طب ما أنا ممكن أجيب ورقة من على النت، تقول لي كل بيضه مسلوقه الصبح وربع رغيف وكوبايه قهوه صغيره، والسناكس بتاعتك هتبقى خياره او جزرايه او تفاح، وبعدين على الغدا تاخد صدر فرخه مشويه ومعلقه رز وسلطه، وبالليل زبادي بليمونه او زبادي وخيار. طب ما كل ده احنا عارفينه اصلا، اهو انا قلته يا عم، انا مش دكتور وقلته. طب ما ده اللي انت بتبقى كاتبه في الورقه، لا انا عايز اعرف طبيعة جسمي عاملة ازاي وهخس ازاي، وهل فيتامين ديل او فيتامين دي في جسمي قليل ولا زيادة، عشان ده هيفرق. طول ما فيتامين دي قليل جسمك مش بيحرق، فكمية الفيتامينز لما تكون متظبطة هتلاقي فيه الزنك مثلا، ده مسؤول متهيألي مش عايز افتي عن النوم، لو الزنك مظبوط هتنام كويس، لو مش مظبوط هتبتدي يكون عندك مشاكل في مش عارف الكولاجين، ده مهم جدا للمفاصل ومهم
كل ده لما تشوفه، لما حضرتك تهتم بصحتك وبنفسك وكل 6 شهور تعمل تشيك اب على المعادن وعلى الفيتامينز اللي في جسمك عاملة ازاي. ده مهم جدا. ليه؟ لان كفاية كده اسم البرنامج، بناكل من بره كتير قوي طبعا، على طول احنا مع زمايلنا في الشغل وعلى طول بره وعلى طول مشغولين، وفي احيانا في ناس بتشتغل شغلنا وشغلانتين، فده قاعد طول اليوم بياكل من بره، يجيب ساندوتش من هنا، يجيب مش عارف ايه معلبات، مش عارف. كل الكلام ده بيأثر طبعا. فليه مش كل 6 شهور كده نروح، طب ما اشوف جسمي عامل ايه، اللي شغال ده يا راجل، ده العربية بتحتاج صيانة، فاكيد جسمك محتاج، فيجب يجب يجب يجب. طيب تاني، السؤال تاني، قول لنا سر من اسرار الدايت، ابعت لي على 015-2952-1006. لسه مكملين على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. كفايه كده، انتوا لسه مع كفايه كده مع خالد جواد على نجومه في ام ونجومه في ام تي في. طيب عندي شاب لذيذ بيقول لي خسيت ومشيت على نظام غذائي محسوب السعرات و ايه وزدت عضل، والكلام ده لاول مره في حياتي بعد 30 سنه. محمد حافظ، عظيم جدا. ما انك عشان تخس وما تقلش عضل، انت كانسان حتى مش كبادي بيلدر او واحد بيحاول يبني عضلات او حاجه، عشان ما تبقاش هزيل بس، فلازم تعتمد في النظام الغذائي على بروتين. وتاني هنرجع للدكتور او للدكتورة، لازم يكون في دكتور او دكتورة، ولازم يكون في تحاليل لجسمك عشان تعرف انت هتخس ازاي، عشان ما تتعبش، ما تفضلش ماشي اسبوع مع دكتور وتلاقي نفسك مخسيتش فتروح رايح لدكتور تاني. لا، شوف دكتور شاطر يقدر يديلك نظام غذائي صح حسب تحاليلك. انت جسمك عامل ايه من جوه؟ ايه الاخبار؟ ما هي ظاهريا كلنا الى حد ما زي بعض، لكن جوانيا بقى احنا ما نعرفش. فصيله الدم بتختلف، في فيتامين قليل عن فيتامين تاني فتحتاج تعلي الفيتامين ده، في معادن ناقصه في جسمك فتحتاج تاخد لها ادويه او شويه مكملات غذائيه كده. فهو مش اي كلام وخلاص. انا كنت 57 كيلو وبقيت 50 كيلو، دي بنوتة. طيب اللي فاكر ان 7 كيلو دول حاجة قليلة، لا مش قليلين خالص، وال5 كيلو اللي فاكر ان هم قليلين هم مش، والكيلو نفسه هو تخيل كيلو من جسمك بينزل، ده كتير جدا، فبرافو يعني. مساء الخير يا استاذ خالد، انا كنت 55 كيلو بعد الولادة بقيت 75 للأسف، مش عارفة أنزل، أنا مفجوعة حبتين. عادي ولا يهمك هتنزليهم، يعني أنت بتتكلمي في 20 كيلو، العشرين كيلو هم صعبين طبعا، بس لو مشيتي على نظام معين مع دكتور أو دكتورة تقدري تعملي كده بكل سهولة، ومع شوية حاجات، في شوية تريكات كده في الدايت برضو جميلة، اللي هو لو وقفت أكل من الساعة 7 وتاني يوم أكلت الساعة 10 أو 11 الصبح، ده كده اسمه صيام متقطع، بتكون صمت حوالي 14 ساعة وليك 8 ساعات بس تاكل فيهم، وما تاكلش اي اكل كمان. فالنظام ده بينزل بسرعة جدا، اللي هو الصيام المتقطع زي ما اتكلمناش عليه من اول حلقة. نظام صحي جدا وجميل جدا، ويخليك فايق ويخليك فريش ويخليك قولونك جميل، لان من اكتر الحاجات الغلط الاكل بالليل. بالليل الاكل بالليل متعب جدا، هيعمل لك قولون، ارتجاع في المريء، هتحس بحموضة جدا وانك مش قادر تاخد نفسك، لان الحجاب الحاجز قافل على الدنيا كلها، فانت مش عارف تاخد نفسك، والقولون بتاعك تعبك جدا ومنتفخ جدا جدا. فكل ده لازم له شوية ايه، حمية غذائية او تنظيم وقت، او اللايف ستايل بتاعك يتغير بس شوية. لما تشرب مشروبات هيلسي معينة زي الكرفس والبقدونس مثلا والشاي الأخضر، الحاجات دي جميلة جدا. كفاية بقى الحاجات اللي هي المياه الغازية كفاية سكريات، قطع السكريات ده شيء أساسي وشيء مهم جدا. سكريات وكارب، اللي هو الرز والعيش
وتاني انا مش دكتور، بس الحاجات دي قدامنا كلنا على النت، وممكن نعمل في اي واحده فيهم، يعني نشوف اي حاجه من على الانترنت كده او من على جوجل وننفذهم. بس برضو مش صح، روح لدكتور تابع معاه، شوف وزنك بينزل كام، شوف تحاليلك عامله ايه، شوف صحتك ايه الاخبار، اعمل تشيك اب على نفسك كده كل 6 شهور عشان تبقى انسان جميل. طيب تاني سؤال الحلقه، لو عندك سر من اسرار الدايت يا ريت تقوله لنا، تبعت لنا على 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه مع كفايه كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. من الحاجات اللذيذه جدا اللي انا نسيت اتكلم عليها، بس مارك منير بعت لي دلوقتي مسج لذيذه كده عن مشروب مفيد جدا للدايت وصحي جدا. ركز معايا عشان الحاجات اللي اتقالت النهارده في الحلقه دي انتنس، يعني مكثفه جدا وصح قوي. في مشروب لذيذ جدا، ما هو؟ حضرتك هتغلي ميه، تمام، وهتحط عليها ليمونه تقطعها شرايح كده بقشرها وتحطها في المية المغلية، وهتجيب كمون صحيح مش المفروم، الكمون اللي هو الحبوب ده، وتحط معلقة كمون وتسيبهم يغلوا 5 دقايق بالظبط وتطفي، تشرب كوباية على الريق. تاني مية تغليها، اتغلت تجيب ليمونة تقطعها شرايح كده او 4/4 بقشرها وتحطها في المية ومعلقة كمون صحيح كل يوم كوباية على الريق. بعد اسبوع قول لي انت عامل ايه. يوم الاثنين الجاي تعالوا نفكر نفسنا، انا شربت المشروب ده النهاردة، انا نسيت اتكلم عليه اصلا ازاي. من اجمل والذ الحاجات، بتسلك لك الشرايين وبتشل لك الدهون اللي حوالين الاوردة والشرايين، فما بالك بقى الدهون المستعصية بتعمل فيها ايه. مشروب لذيذ جدا جدا جدا. ميادة قالت لنا ايه؟ ثانية واحدة، بتقولي eat a real food، يعني اكل حقيقي مش الاكل اللي من بره. انا فاهم قصدك يا ميادة فعلا. ماشي عز، وهي المعدة هتعرف صبح او ليل يا جواد؟ المعدة بتعرف صبح او بالليل، لانك لما بتاكل بالليل وتنام بيحصل لك بعد الشر، بعد الشر، وده حاجة عندي، ارتجاع في المريء، ان الاكل ما بينزلش للمعدة، والمعدة بتدي اوردر للاسد او للحمض ان هو يطلع، فالحمض بيطلع في المعدة ما بيلاقيش الاكل، فبيفضل يدور على الاكل، فبيفضل يطلع لك فوق لغاية ما بيطلع عند الرقبة وبيوصل ساعات للجيوب الانفية. هذا الحمض اللي بيكون عامل زي الخل او الليمون، فبيعمل لك التهاب في الغدة، وممكن يعمل التهاب في الزور، وممكن يعمل التهاب في الجيوب الانفية. ده دكتور حبيبي قوي، هو بعد ما رحت لدكاترة كتير جدا انا حاسس بخنقة جدا في رقبتي، مش عارف ليه. دكتور اول ما شافني قال لي انت عندك ارتجاع في المريء، تاكل بالليل؟ قلت له انا باكل وانام. قال لي تمام جدا، ما تكملش كده بقى خالص، اوعى تعمل كده. فالمعده بتعرف في الصبح او بالليل، بتعرف طبعا، لان انت لما بتنام، الناس اللي عندها ارتجاع في المريء دايما هتلاقي الدكتور بيقول لها نام على مخده عاليه، ما تخليش جسمك مسطح كله زي بعض عشان الاكل ما يرجعش. معلومات طبية مفيدة. اليوم الطبي مع كفاية كده على نجوم اف ام. انا شايف كده، انت شايف ايه؟ ثانية، انا مش الكلام مكتوب غلط، فانا مش عارف اقرا، اللي هو بدأت العملية معايا ومعرفتش اخرج، بس يعتبر بقيت في حتة حلو. ايه ده، مش فاهم حاجة. عايزين اغنية روبي حالا، احنا عايزين نبقى زي روبي. يعني في الـ في الـ
يعني في الصح، اللي هو ايه، ما عندناش دهون، ما عندناش ايه. بما اننا بنتكلم على الدايت، خالد انا كنت 85 كيلو وبقيت 70 كيلو، عظيم جدا. 15 كيلو يا جماعة مش قليل خالص، ده قصة وموضوع. طيب للأسف للأسف وصلنا لنهاية الحلقة ووصلنا لنهاية المطاف. أشوفكم يوم الاثنين اللي جاي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في الساعة 3 من 3 ل 5، وابعتوا كده يا جماعة قولولنا عايزين نتكلم في ايه، نعمل ايه. شكرا جدا لكل اللي سمعنا، وشكرا لكل اللي بعتوا مسجز، وشكرا لكل الناس اللي خست وبقت كويسة. وعايزين نبدأ النهاردة بقى بداية جديدة. شكرا جدا، باي باي. كنتم مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.